كازا منين معوجة؟ معوجة من فوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادو العدس، زادو المعيشة كاع، السكنة كالي. يا خو ديكاج اللي ماشي قادر تقول لي يروح. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة. أعزائي مشاهدي قناة العصر، سلام الله عليكم وحياكم الله. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وها هي العصابة الحاكمة تكرر ما قاله فرعون وتريد بيعنا بضاعتها البالية بتمرير قوانينها بالقوة. قانون المالية ينهك الفقير ويقضي على المريض ويسود وجوه الشهارين وينزع البسمة من وجوه الأمهات ويبكي الأطفال ويقطع حتى الروابط العائلية وصلة الرحم. فالزيادات المنتظرة حتما لها نتائج سلبية ووخيمة على المجتمع، وكما يقول المثل الجزائري: قلت الشيء ترشي وتخرج من الجماعة. فلقد صدق على هذا القانون والكل يعلم كيف مرر عنوة، وهذا مصداقا لقول سعيداني: نحن الأغلبية والكل المتبقي هو تابع ويجب عليه الانصياع والامتثال. واليوم هذه السلطة أو هذه العصابة لا تريد تكرار تجربتها مع الدستور وتكثر القلاقل وتفتح أبواب جهنم عليها كما يقال. فكما فعلت مع قانون المالية، أي لا تريد تمريره على الشعب ولا تريد استشارة الشعب، وخاصة أنها تقول أن مشروعها هو أحسن دستور ستعرفه البلاد منذ الاستقلال، فلماذا لا تشرك الشعب في مناقشته أو حتى من باب الاستشارة؟ أنت مع الدستور الجديد أو ضده كما فعلت مع قانون المصالحة مثلا؟ لماذا تريد تمريره في الظلام وكأنها تتوارى من سوءته؟ لماذا تريد تمريره في دورة استثنائية للمصادقة وليس للمناقشة؟ دستور تعب السيف والشعب ما عليه إلا الموافقة. من جهة تقول أن الدستور الجديد يعزز رأي الشعب ويعطي صلاحيات للشعب، ومن جهة لا تستثير الشعب. العارفين للدساتير والمختصين في حقوق والقوانين يرون عكس ما تراه السلطة، ويرون أن هذا الدستور يعزز ديكتاتورية فخامته حسب، ولا يشرح حتى نمط الحكم المعمول به. فكلنا نعلم أن الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد، فهل نصت عليه الدساتير القديمة وهل ينص عليه الدستور الجديد؟ إذن لمن تحكي هذه السلطة زبورها؟ ومن تريد خداعه بالديكتاتورية تحكمنا وتريد إيهامنا أن الدستور الجديد هو العتق من العبودية، وبهذا الدستور نعزز الكرامة والعزة وعزة المواطن؟ فهل يوافق المواطن ويرضى بتصرف السلطة ويوافق تمرير الدستور في جنح الظلام؟ أم المواطن له الثقة الكاملة في سلطته وله الحق ويقول لها الحق في تمرير دستورها عبر دورة استثنائية أو حتى بمرسوم رئاسي كما هو معمول به؟ أم للمواطن رأي آخر يخالف رأي السلطة، وأن الدستور يجب تمريره على الشعب حتى وإن كان دستور النرويج أو السويد؟ فاصل وأتشرف بآرائكم. مشروع تعديلات دستورية في الجزائر أطلق بعد مشاورات بشأن 47 تعديلا وقطعتها أحزاب معارضة. التعديل هو الثالث منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم، تعلق الأول بترسيم الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، والثاني يجعل عدد الولايات الرئاسية مفتوحا. كرس مشروع التعديل الدستوري الجديد العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، وأضاف بأنها تظل اللغة الرسمية للدولة مع إحداث مجلس أعلى يعمل على ازدهارها.
واقترح التعديل الدستوري ترسيم الأمازيغية لغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، تعمل الدولة على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة. وتضمن المشروع الجديد تعديلا للمادة 74 المثيرة للجدل، فحدد الولاية الرئاسية في ولايتين فقط مدة كل منهما 5 سنوات. كما جاء في المشروع أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول، وذلك بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، في وقت ينص الدستور الحالي على أن الرئيس حر في اختياره. بالنسبة للتشريع بأوامر، فقد حددها التعديل للرئيس في مسائل عاجلة وفي حال شغور المجلس الشعبي الوطني وفي فترة العطل البرلمانية. من جهة أخرى، تضمن مشروع التعديل الدستوري لأول مرة حق المعارضة في إخطار المحكمة الدستورية حول مدى قانونية قوانين يصادق عليها البرلمان، بعد أن كان الأمر سابقا مقتصرا على السلطات الرسمية. وأقر بتجريد المنتخب في البرلمان أو مجلس الأمة من عهدته الانتخابية، وذلك حال تغييره طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه، ويحتفظ المستقيل أو المقال من حزبه بعهدته بصفته غير منتمن. وحدد مشروع تعديل الدستور أن يكون الرد على استجواب الحكومة والأسئلة الشفهية والكتابية للنواب خلال 30 يوما. كما شمل استحداث هيئة عليا دائمة ومستقلة لمراقبة الانتخابات، بينما تطالب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها. اشترط التعديل الدستوري التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرطا لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية. كما اشترط أيضا التصريح بالممتلكات قبل بدء أي مسؤول محلي أو موظف سام وظيفته أو عهدته أو في نهايتهما. وأقر التعديل الدستوري ضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما أقر بألا تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. لن عزم السلطة على تمرير الدستور في دورة استثنائية للمسادقة وليس للمناقشة. هل هو اللبنة الأولى في بناء دولة مدنية؟ أم هو دليلا على ديكتاتورية أوحش وتسلط جديد ينتظرنا؟ أم هذا هو مفهوم الديمقراطية عند العارفين من رجال سلطتنا؟ فهل يوافق المواطن على هذا التصرف؟ أم هذا التمرير ما هو إلا القشة التي سوف تعري وفضحت هذه السلطة في كذبها ونفاقها وبيعها لنا الأوهام؟ يبدو أن سي عادل معي. سي عادل، أهلا مرحبا بك من العاصمة. ألو سي عادل؟ سي عادل تفضل. سي عادل وي خويا لكل اجتماع خويا. تفضل سي عادل نسمعوا فيك أستي. أهلا بك ومرحبا. يعطيك الصحة. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سي عادل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، ما تسمعش من التلفزيون من فضلك سي عادل. نعم خويا. هاي يا عبد النور خويا واش نقول لك، نشكركم يا خويا بزاف. يا خويا عبد النور واش نقول لك أنايا، ما كان لا دستور لا. نعم خويا. ما تسمعش من التلفزيون سي عادل. أنا نسمعوا فيك سي عادل، ما تسمعش من التلفزيون. نعم خويا. عبد النور خويا. نعم. ما كان الله يسلمك، ما كان لا دستور لا والو يا خويا عبد النور. عينا من الواقع هذا اللي رانا عايشين خويا عبد النور. يا خويا انا نقول مسؤولين هذو يا سيدي نهبتوا وكذا يا خويا، روحوا والله يسمع الدنيا واخر ان شاء الله خويا العزيز. هذا واش وخلوهم صغار يخدموا يا خويا، كاين مصغر يا خويا يخدموا ان شاء الله البلاد هذه يا خويا العزيز. وربي يحفظكم ان شاء الله وسلام كلش طال عليكم والسلام عليكم. سلام على مدام الشعب الجزائري مشتقل علينا، وحنا هذه الحصص مصنوعه اللي نسمعوا على الاقل المواطن عنده وين يسمع رايه. شكرا لك سي عادل. نشوف سي بودن، اهلا مرحبا بك سي بودن. اهلا خالد النور. اهلا بكم مرحبا. ونشكر قناه العصر بالطاقم تاعها كله حتى الكنترول، ونقدم تحيه لامي سليمان وام امين وكل الاحرار. نعم. بما فيهم ابو صهيب مع النبا. نشتاق للكلام تاعو على بالك يخلي فيا يزيد يدير الكلام تاعو يدير فيا حماس كبير ما نعجلش. نعم. يزيد فيا في الطاقم ابو، خاصه ابو صهيب. اما بالنسبه للموضوع يا اخ عبد النور. نعم. الشعب الجزائري هو اللي خلى نفسه مهمش.
في المي في في لما مضاو قانون المالية 2016. نعم. أنا نقول وما زلت نقول باللي بوتفليقة ما سنياش الميزانية 2016، سنيتها لمافيا. لمافيا سعيد بوتفليقة وحداد وسعيداني وعمار غول وعمار بن يونس و سيدم السعيد، هاد الناس اللي شفت متجاورين بالدعم من بقولة تاع سعيد بوتفليقة، لأن سعيد بوتفليقة يقول موتوا يموتوا هاد الفئة هادي، أما همش ما يقدروش حتى يكونوا مسؤولين على ديارهم مع سعيد بوتفليقة. اليوم راهم يتحكموا في رقاب الناس، اليوم حنا راني نهضرها لك، الناس هادو لازم الشعب يفيق، ما بقاش لأن كل حاجة تداوها. اليوم حنا راني نقول الشعب الجزائري إلا ما تحركش في أقرب وقت ويخرج للشارع ويطالب بتطبيق المادة 88 من الدستور هي اللي تلغي كلش، لأن ما دام رئيس الجمهورية غايب ما قادرش يهضر، حتى من المواطنين معانا حنا ما قادرش يهضر. كيف أنت يا رئيس لازم يطبق على نفسه المادة 88 باللي ما تسمحلوش به يخرج، سواء يخرج مثال بالقانون تاع الميزانية 2016 ولا بتعديل الدستور. تعديل الدستور ويحيى ماهوش قاري القانون، أنا ويحيى راهو قاري الإدارة فقط لي جيرون كيما هي، ماشي أمور إدارية، راهو مثال كيما واحد تحطو مثال سكرتير جينيرال في كاش مؤسسة. ولم أظنش ما أظنش سي 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 كيما ذكرت لي دوك الآن هذا المسمى صاحب المهمات القذرة، هذا الإنسان وضعه اللي كان في المنصب تاعه قديما في التسعينات كان بالخير ومروا بالخير، داروا حال استثناء، داروا أمور أخرى يعني يندلها الجبين، قتلوا الشعب الجزائري باسم هو اللي كان قائد الجو كما يقال. الآن قائد الجو الآن قائد الجو هو مهمة القذرة، هذا هو شاف الكوستا تاع الوقت الحالي. اما كي راه غاب العربي بالخير، اللي هو كي كان عربي بالخير كان كيما كاليتي كيما هذا، كان كيعيطوا العربي بالخير يقول تحتو يخمش تحتو قبل ما يلحق العربي بالخير، لان العربي بالخير كان مسيطر على مايكري راهو كبران تاع فرنسا. انا ما نهضرهاش صراحه، بصح انا نهضرهاك عشت معاه ونعرفه، ما انا قلت لك خريج من الحرس الجمهوري وما زلت ناكد، لان حقي وحق اولادي نهبوا هاد الناس هادو بالقرارات تاعهم الدستور يقول، اما يمشوش بالدستور هذا يخرجوا مواد دستوريه ويعبصوها. انا يحبين يجوزوه على سي بودن. السؤال تاعنا اليوم، احنا السؤال تاعنا اليوم هما راهم يبيعوا لنا في سلعه، قالوا لنا هذا هو فن طياب، قالوا لنا ان الدستور هذا يكفل حقوق الانسان وحقوق المواطن بصفه عامه، قالوا لنا هذا الدستور عمره ما جابت الجزائر دستور كيما هذا، بصح ولكن ما حبوش يعطوه للشعب استفتاء، علاه ما يعطوش على الشعب؟ ما هي الخلفيه في ذلك؟ هذو يحتقروا الشعب ويحتقروا حتى المواد الدستوريه اللي خرجوها. قلت لك عبد النور الدستور الماده 25 من الدستور يقول لك كل شخص جزائري له حق في السكن، ويقول لك له حق في العلاج والتعليم وكلش. اليوم الدستور اليوم انا راني قلت لك انا لحد الان مدير الملف من 2001 في التميله، حتى الوالي وراه على باله، الوالي الحالي الوالي اول مره يبعثوا لنا والي من الجيل الاستقلال، ان بصح ما خلاوهش يخدم لامافيا اللي داخل البرلمان. اليوم في فرجيوه قال ان ظهرت على مستوى فرجيوه برلمان اللي تاع لاندي راح يدي في سوق قديم، كان عندنا 33 شخص تم مدارين محلات في السوق القديم هذا يستغلوه مدة 50 سنة. اليوم جاء هذا البرلمان تاع التجمع الوطني الديمقراطي جاء باهي قال لهم نخرجكم ولا نغيبو لكم على بلايختم بقوة العمومية. أسكل هامل هو اللي يمشي في الشرطة أو هذا البرلمان اللي يمشي في الآخر. أنا نهضرو راهي تجاوزات فيما يخص المهام اللي هو مخول عليه البرلمان، واش دخلوا في القوات العمومية سواء بالشرطة ولا في الدرك. اليوم الشرطي لما يشوف هذا البرلمان يقول تحسو، لان شنو خرجوا ما دام الهام اللي يمشي قايم مسؤول الامن الوطني وهذا من هذوما استعمال مؤسسات سي بودن، وهذا هو استعمال مؤسسات الدوله، هذا هو استعمال مؤسسات الدوله في لحمايه النظام وليس لحمايه المواطن. بارك الله فيك سي بودن. نشوف الاخت ناديه. اهلا مرحبا بك اخت ناديه. الو اخ عبد النور. هذه غيبة الاخت نادية. انت غيبة منكم يا سيدي، احنا رانا هنا كل خطرة نعيط لكم. الله يسلمك الله يسلمك. صح صحيح صحيح صح. مازال ما طلقتوا لي في لونتين. خلاص انا طلقناك اليوم، هي عندك لافوس والروتار،
عن 3 دقائق صح. واش راك اخا عبد الناصر؟ والله الحمد لله كنسمع صوتكم ونشوف يعني غير منكم نقسم لك بالله غير نضر مسكينكم وما نحتمكم شدوا مالي ما ترفدوش علينا لا ماشي ما نردوش احنا الاخت ناديه احنا يعني التليفون عند كاين تليفونين واحد بالجزائر بالعاني درناه للجزائريين يعني في ورقم جزائري رقم محلي ورقم تاع الخارج قلنا على الاقل واحد الميسورين الحال يقدروا يكلمونا تاع الخارج واللي ما عندهمش دراهم ولكن المكالمات مئات المكالمات في ان واحد ما يقدروش يفوتوا هذا ما كان. تفضلي ما تسمعيش من التلفزيون اخت ناديه. صح. نعم. شوف اخ عبد النور هذا الدستور اللي تكلموا عليه ولا اخ سبق كنت راح نهضر على الماده تاع 88 اللي يقول لك رئيس كي ما يقدرش يخلفوا واحد اخر يا اخي بصحنا على بالنا نحاوها في نحاوها في هذا الدستور الله يعلم نحاوها بيان سور داروا الدستور على البنكيه وداروه ضد الشعب والدستور يزو ارونجي لي بون ديفير اللي متخبيين مول الاعلام قتالين سراقين دفاعين ويتخبوا مول الاعلام عرضوا الشعب وكان اليوم نقرا في الجورنال قال لك تقصوا حتى في السبيطار. نعم. بلاصه داروا على حساب صباقهم وما هو الله ما على بالهم راه وصيت مسكين قسم لك بالله ما على بالهم حرام عليهم مجرمين وكان ما جاوش مجرمين ما يستغلوش والله ما يستغلو ولا نقول خوها عيب عليك وكان في راجل نقسم لك بالله ما تقبل يديروا فيك وكاع هادشي قسما عظما ما تقبل يديها حطولك خوك وحصه حنا الشعب وكلا نزعل وين راهو الناس تاع الجزائري في هادشي هاو دار خوه مسخره في العالم باسرائيل انت يضحكوا على الجزائر عيب عليها عيب حق حتى خوه حطوا باش يضحكوا عليه الناس هاكبر واش رايك الاخت ناديه الاخت ناديه نقول خوه هذايا يحب عنده ميزات وحافظ عليها لان العائله ويعني وراه ياكل يهمهم باسم خوه وكل شيء ولكن الاحزاب اللي كانت تنادي في 2014 لما قلنا لما كان كاع الناس تقول لازمنا نطبقوا عليه 88 لازم له يروح يريح كانوا يقولوا لا باس عليه راه يخمم براسه مش يخمم برجليه عنده المشكله في رجليه ما عندوش مشكله في راسه هذه الاحزاب نفسها اليوم راه تنادي وتقول راه مشكله في الجزائر كاين مشكله وراه مسدوها للغارشيا وما شابه ذلك ما كانش اذا الخديعه ماشي من خوه الخديعه جات من 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 منتسبين اللي يعتبروا روحهم ديمقراطيين ويحسبوا روحهم من الشعب ويحسبوا روحهم ممثلين الشعب ها هو المشكله وراهي بصح المشكله اخ عبد النور انا نقول لك المشكله الاحزاب بيان صغرهم هم وشمشم الحزب اللي كيحوي الحق للمصلحه تاعو واش راح له فيك انت يا يدير لك خوك ضحكه ولا وش يدير فيه بصح انت يا خوك كاين كيما نقولوا الدم والحم تاعك اللي راهو يشارك معك يشارك معك ما نحطمكش خويا انت باش تحط لي خوك باش نوصل انا لمصلحتي لا والله نفتاعك والله رجولك بصح هو يعرف يقول لك اخت ناديه يقول لك هو يعني جرب 20 سنه لما مات بومدين رحمه الله هو كان الرجل الثاني كان يستنى باش يدي الحكم هجروه ونفاوه 20 سنه شاف ذاق الويلات عادي هذا حاب ياكل خبزه كما يقال حاب يدخل الباسبور يحلل باش يقدموا له باسبور يحلل باش يجي للجزائر يحلل عليه يحلل البلونطو تاع السفاره باش يعطي له باسبور الان اصبح رئيس اذا يعرف النظام اذا لازم ما يطلقش النظام على باله كون يطلق النظام ما يلقاش باش يروح حتى للسبيطار تاع مصفى باشا ما يقدرش يروح ليه على باله بها سمح لي سمح لي خويا اخا عبد النور هذا اللي تغرب 25 سنه راح خذ ابخي 20 كون رجع رجع علاش ما رجعش على الجزائر سمح لي رجع باش يبيع الجزائر رجع باش ينتقم على الجزائريين قسما بالله ني بلوس ني موا راح بحسيفه ولا باش يريكلي لي كونت تاعو ولي كونت تاعو اللي بدا يريكليهم درك الى توشي تو الموند فهمت درك حنا رانا منقاسين في الكل بصح انا ماشي الاحزاب ولا هما حنا نعرفوهم 68 نعرفوهم عصابه نعرفوهم مجرمين نعرفوهم قتالين نعرفوهم اللي يهدر يرفدوه اللي يهدر يديروا فيه ها هو الراجل المسكين اللي في حاجه حفظها والله يصلي منعوه من الصلاه تاع الجمعه وين راه هنا هادو وبالك وكان يروح للكنيسه يخلوه يروح للكنيسه
بصح ما خليوهاش في روح ديالنا. هذه حرية المعتقد، يقول حرية المعتقد، يعني الواحد آخر خاطي الإسلام لا عنده الحق باش يشهر بها كما راه تشير لهذه الايام للعبادات الاخرى، ولا الى يعني مش عباده حتى وكان جات عبادات، يعني يعني يخلوهم وواحد يعني اسلامي يعني كذا. اوني كوني كما هادو الناس اللي تخالفهم يجوا وراهم. وعلى راه نطرح سؤال عليك، السؤال كما طرحته على سي بودن، علاش يحبوا يصوتوا عليه الشعب؟ علاه ما يخرجوش الشعب ويصوت عليه الشعب؟ في رايك ما يخلوش الشعب يصوت، ما فين الشعب يصوت؟ يقول واحد يقول خي موالفين ترافيكيو، يخي موالفين ترافيكيو، يخرجوه للشعب ويترافيكيو. اسمع اذ هما يصوت، نقسم لك بالله تلسكلت يا هادو يصوت بريس في عاجة الخبات الخداع ترافيكي. وليد الحلال ما يعيش في هذه البلاد، امبوسيبل يعيش وليد الحلال في هذه البلاد، فهمت؟ نعم اختي ناديه بارك الله فيك، وان شاء الله يعني المره الجايه تزيد حكمنا بكل سهوله. اخ عبد الله نسلم عليكم بالواحد بكل العربي سيت وتحاطي بها والله كيمورا هنا وخليكي بتاعكم كاع الشانة اكل على الشان بتاعكم، وبالله سلامي مليح مليح لكم، امين حافظ الله. الله الله يسلمك ربي يحفظك لك انت ثاني الاخت ناديه. نشوف سي بالعابد، سي بالعابد اهلا مرحبا بك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سي بلعبد. طولت عليا. الله غالب باسي، تفضل. لا والله حتى ما قالك نمشوا في الفاطين تاعهم، هما يحكوا على الانتخابات، أنا ما يحكوش بالذات على الصحافة اللي عند الانتخابات، كل شيء ممنوع، الجزيرة ممنوع، الحوار ممنوع، العصر ممنوع، المغاربية، أنا ما يحكوش على خاطرش العصر بالضبط. شيء سيكونيك هو الصحافه هو الكاميرا. انا عجبتك ان حكيت قلت لك هو قال لك هو قال لك هو قال سي بلعابد هو قال لك في الدستور هذا يكرسوا حريه الصحافه ويمنعوا منعا باتا تجريم الصحفي حسب اقواله. قال لك الدستور هذا قال لك يعني يعني تحت القران شوي هدمك انه حتدخل الجزائر. انا خليني نحكي لك، انا قعدت انا ولادي 50 ساعه في الثلج، انا بس باللي جاتني المخابره الدوليه والشرطه الدوليه، انا بس كي اشرفت الشرط اساسي بالسجن راسي معاكم تقطعوني كي تجي الصحافه تغدى يا كامل هربوا، انا بالك قعدوا غير تما واحد الناس هكا يبلغوا لي ويحوسوا يشروني ويحوسوا يا كامل هربوا، حتى واحد ما قعد امام هم امام هذا السلطه. شوف كامل كامل متواضعين معاهم بخصوص فرنسا وامريكا والمملكه المغربيه، كامل متواضعين مع العصابه هذه. قلت لك انا قعدت 50 ساعه في الثلج، قلت لك دخلت الخطا دخلتنا المملكه المغربيه. سي بلعابد علاه المملكه المغربيه؟ واش بها المملكه المغربيه؟ قلنا فرنسا صح نملك، والقوى الاجنبيه نملك، بصح المغاربه مساكن واش دخلهم فينا حنايا؟ اسمح لي، هما راهم فارين شغال هموما. لا اسمح لي، هما دايرين شعار تاع البوليزاريو كلش، وهما شوف السلطه تاع احنا واش دخلنا في البوليزاريو سي بلعابد؟ اسمح لي امريكا وفرنسا هذه كامل شوف ما يخلوش الجزائر هذه ديمقراطيه. هما حنا يقول لك احنا ما نستاهلوش ديمقراطيه. انا نخبر قلت لك انا عشت منين كنت نحضر على الصحافه ياك امين مانيش عارف واش تقول. والسلام عليكم، نعاود ان شاء الله نتصل بكم ان شاء الله. بارك الله فيك سي بلعابد، ولو ان يعني ما نشاطركش الراي ان الجيران نتاعنا سواء التوانسه او المغرب، احنا اللي سببنا المشاكل ماهمش هما اللي سببوا لنا مشاكل. بارك الله فيك سي بلعابد على هذه المكالمه. نشوف سي عبد الملك. سي عبد الملك اهلا مرحبا بك. اهلا وسهلا بك خويا عبد النور، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. اهلا وسهلا خويا عبد النور، مازال يسمع في المدخل الاول؟ نعم الو، قلت لك يسمع في المدخل الاول، مازال يدخل هذا بن عابد لا 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 لا، راك في تسمع في التلفزيون سي عبد الملك يما لا هاك بيعت روحك. لا لا نسمع من التليفون خويا عبد النور. من التليفون ما كاين والو، راك معايا برك انت، انا وياك برك. انا وياك وبيناتنا الدستور. خويا حياك الله، رغم الشعب الجزائري كامل يتفرج فينا ان شاء الله. نعم ما فينا، الله ينعم عليك خويا عبد النور، نحييك ونحيي قناه العاشر.
والعمال القناة بأكملها الكونترول ومحمد العربي جيطات خويا الكل موردينا الجماعة كاملة والشعوب الأخرى الشعب الجزائري والشعوب الأخرى اللي راهي تشوف فينا الإخوة توانسة والإخوة من المغرب والإخوة من ليبيا كذا كانوا يتفرجوا فينا إن شاء الله ولو أن ما يعطونوش الحظ دائما نخلوهم يعني هذه تهمنا الجزائريين الجزائر تسمعوك يعني تفضل إن شاء الله خويا الله يجزيك فضل خويا عبد النور شوف خويا هذا الدستور هذا بالنسبة لي داروا كما نقول لك يا أخي كوستيم 5 بياس نعم فاتني خويا عبد النور الله ينعم عليك كوستيم 5 بياس داروا على قسم هما صح حتى يديروا على قسم هما علاش يخافوا من الشعب علاش ما يفوتوش الشعب خويا عبد النور تاع الخطره فات قلت الشعب قلت كاين بعض المواطنين يقول ما عندنا الشعب كاين غاشي نعم خويا عبد النور قولها وراسك مرفوع ومرتفع وقولها بصوت عالي ما عندنا شوف الشعب الجزائري الاصيل الحر اللي قتلوه 62 خويا عبد النور قتلوهم استعمار فرنسا وهذه الحكمه هذه النظام الحكم هذا الصهيوني الشعب الجزائري الاصيل اللي نفاوهم نفاوهم خارج البلاد ومنعوهم باش يدخلوا البلاد ويزوروا الاهل والاحباب ومنهم اللي راهم في السجون هنا ومنهم اللي خطفوهم هاهم الشعب الاصيل بقى هاد الناس الشعب الجزائري هذا الغاشي تاع الجزائر بقى غير يتكلم برك يعرف غير يهضر يا خويا عبد النور ابسط حاجه هذا واجب علينا نديروا اعتصام عام ما قدرناش نتفاهموا ونتوحدوا ونديروه باش نخدموا بلادنا ونصوبوا كما يقول هالقوري صوبوا ولادنا الصبيان اللي راهم جايين ورانا حنا خلاص طاب جناننا كما قالها طاب جنانه حين حوسوا على الشبيب هذا نعم. الجيل الصاعد اللي راه جاي خويا عبد النور نعم. ما يقدروا يخرجوا بالشارع يقابلوا هذه المنظومه الحكم اللي ما تلاحش واحد حيخرج نخلدوا في الدنيا هذه الموت وراه المشكل الموت واخا يموت واحد لا يلا ما عندوش صوره برك يعني الانسان يموت تاع الحق هذا ما كان حين نحوسوا للبلاد الخير ونحوسوا للجزائر تكون ورده كما يقولوها الشعب ولا غير يتكلم بلي تهضر معاه يقول لك اي هذه الحكومه وهذه البلاد وهذه هذا ولكن الملموس العامل في الميدان الهضره الصحيحه ماشي فايده كي نهضروا ونهضروا ونهضروا عندنا شحال الله يبارك القناه هذه وقناه المغربيه شحال قريب 5 سنين 4 سنين واش غنهضروا اي بصح بكري سي عبد الملك مشكورين سي عبد الملك خويا عبد النور سي عبد الملك بكري كنا نقولوا لهم يعني على الاقل هذه العشر سنوات الاخيره كنا نقولوا راكم في خطر وكذا كلش ولكن كانت الشكاره غلبت الشكاره الشكاره كان كل ما الشعب يتحرك يعطوا الشكاره ولكن الان ما كانش الشكاره انا نقول لهم مازلنا نقولوا في الكلام نفس الكلام الشعب هذا ما ازلغ الشعب ما بغاش ينوض حتى على يعني كما يقولوا على الشرف تاعنا على شرفنا ولا اصلا خلينا من الغلا والاخر هذيك والبطاطا ناكل الحشيش وما صحتني انا كما يقولوا الملموس يكون الشعب الجزائري يكون يعني بشرف تاعو قيمته بقدره محترم في الخارج وفي الداخل ماشي غير على غلا الشعب هذا تاع كرشي وتاع بطاطا تاع بصل البرك وتاع خرشي وزروديه باش ينوض او نوضوا على الصح قال بدلوا عقل الشعب يختار الشعب هو يختار من اللي يحكم البلاد ويشوفوا الناس يعني المخلصين ويزكيهم الشعب هذا هو التغيير الحقيقي هذا هو التغيير الصحيح كما يقولوا لي يجي من عند الشعب الجزائري الاصيل الحر يختار ما يشاء الشعب الجزائري ولكن هذا الشعب وراه هذا الشعب تسمع للغاشي كامل تهضر ولكن في الميدان ما كاش اخويا عبد الله شوف عائله المخطوفين نهضروا ونروحوا غير شيء ابسط حاجه بالنسبه لي هي كبيره يعني شوف نشوفوا امواتنا ونشوفوا هادو خاوتنا والاخرين يبكيوا على اولادهم ما بانوا لا موتا ولا حيين والشعب الجزائري هذا الغاشي هذا مزع ساع ما قال كلمه هو هذا ما تنوش على شرف تشوف ام عجوزه يضرب فيها الشرطي اللي في عوض يحميها ويكركر ويعفس عليها تشوف الامهات هذوك يعني داولهم ولادهم قوى ويزيد يجي هذاك عميل عند ولاد فرنسا يزيد يضرب الامهات هذوك وانت تشوف بعينيك والشعب هذا ما يتحركش تقدر ما يقول لك كان ولدها ارهابي كان ولده ارهابي كان خوه ارهابي او كل شيء بالبيان بوضيات شكون اللي قتلوا ربي يرحمه جا لبس لي بوط من الجبل وقتلوه يا اخي وكل شيء بالبيان يا علاش يحبوا يحربوا من الواقع ومن الحق يا خويا عبد النور الشعب لا عندنا الشعب انا نقول له يا شعب ونتحمل مسؤوليتي اللي يحب يشمتني على القناه يقول كما شاع راه حر انا اقول له لا تقولوا احنا الشعب يلا بسم الله علينا اعتصام عام ولا خروج للشارع نموتوا ولا نسجنوا ولا كيما كانت تكون لقدها ربي مرحبا بها على شرط نكونوا على حق وعلى الطريق الصواب هذا هو الشعب اذا بقينا غير نهضروا ولا نهضروا ونتكلموا ما نديروا والو الهضره ما بلا تقصور يا ناس نعلوا الشيطان ولوا للطريق الصحيحه هذه هي
هضر خلاص دوك انا نقعد نهضر ولا اخر يهضر يا خويا الله نهضروا ما كاينش الموس خويا عبد النور. شوف الحركات يقول لك احنا حركات يحوسوا غير على القيادات يحوسوا غير باش يكون رئيس حركه يكون هكذا يكون عضو في الحركه. لا انا نحوس لي يعطيني من الموس انا ما خليني انا هو تحت كاع انا هو ماشي المانور تحت المانور ونخرج يا خويا مع الامانه مع الشعب مخرج وراه المشكل. هذا النظام يروح بالدم بالمستحيل اعتصام عام ولا الدم هذه هي الدم للولد ديريكت امور كان مالو هذه هي باش هذا الله يروحوا بلاد ان شاء الله يروحوا ان شاء الله يروحوا بلاد ام سي عبد الملك ما يروحوش هادو يا خويا عبد النور المستحيل. شوف اعتصام عام ماني معاك ولا بالاخر بالقوه خويا بالدم من مستحيل السبعه هذه يروحوا بلادهم جاوا بالقوه ودخلوا بالدم حكموا البلاد بالقوه والسيف يروحوا بالدم كيما جاوا كيما يولوا من مستحيل اخويا عبد الله. حنا تمنينا ولكن هما ميطبعوا فينا لهذه الطريقه اللي حب عبه واللي ما حباش حباش هذا الواقع معنا ما نهربوا منه هذه هي الحقيقه الواقع. كل يوم راه يبقى وكل يوم راه نبقاو يعني ساكتين كل ما تستعصى الامر والحل يكون اصعب ويكون الثمن اصعب ويكون اغلى كما يقال. بارك الله فيك سي عبد الملك على هذه المداخله. نشوف سي خيثر من معسكر. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تحيا لك اخ عبد الحق وكل الجزائري الاحرار الله يسلمك وكل قناه العصر الله يسلمك. فيما يخص سي عبد الحق مساله الدستور الشعب الجزائري لا علاقه بهذا الدستور. شعب الجزائر راه منفي من كل العمليات السياسيه وحتى الاقتصاديه وحتى الاجتماعيه. نشوفوا الدستور هذا ما جا حتى خير. قطعنا الامل في هذه الحكومه، قطعنا الامل ووكلنا امرنا لله وما يدوم غير الصح. يجي نهار وين هذا الشعب اللي كان فيه مليون ونص شهيد ما يكون فيه غير الرجال ان شاء الله باذن الله. اليوم راه حاكمين عصابه يجي نهار وين تكمل حتى دوام المحال من المحال. يجي النهار ان شاء الله باذن الله وين يوقفوا رجال والجزائر عندها رجال ويجي النهار وين تقوم كلمتهم ويكون عام عامين ثلاثه 10 سنين يقرن يا ربي كاع والشعب الجزائري ما يسمحش في حقه وربي سبحانه وتعالى ما يسمح لناش في حقنا وكلنا امرنا لله. الشعب الجزائري راه في حاله راه لا علاقه بالبلاد راه قطع الياس من هذه البلاد. فهمتني اخر الحق. نعم تفضل وما عندهم وين يمشوا بهذ الاموال اللي داوهم مال قارون وما ادراك ما قارون ومات. واش راه بيعملوا بالدراهم؟ داوهم مليار 20 مليار 1000 مليار واش جابوا؟ ما عندنا احنا مو عندنا رجال، عندنا رجال تاكل وتشرب وتبلع على راه في الدار هما ما عندهم ولاد عندهم غير مخنتين، احنا شفناهم عندهم ولاد مخنتين ما عندهم وين يمشوا بالمال وراهم كاشفيننا في العالم راهم يضحكوا علينا العالم. ومين نخرج واحد مين يخرج ويقولوا له باللي انت جزائري وقلنا انتم رجال نفرحوا هكا قدام الناس سواء قدام العرب ولا قدام يقول لك انتم جزائري رجال نفرحوا قدامهم بصح باطن الباطن تاعنا يضر النار باسكو الغلط ما صناش كي نعبروا ماناش رجال بحق. ياتي اليوم ان شاء الله باذن الله ويكون معنا الله سبحانه وتعالى وينصرنا على هذا القوم الظالمين. وما كاش ما نقول للشعب الجزائري نقولوا له باللي وكل ربي وكل ربي معنا وين نروح وياتي النهار ان شاء الله باذن الله. وهذه المؤسسه النظاميه هذه الاقتصاد كل شيء فاسد لو يقلوا ويبغوا لو يحبوا يكون الاقتصاد تاعنا بين اقوى الاقتصادات في العالم بين 24 ساعه يكون قرارات اقسم بالله غير يكون قرار. هما لا راه مخلين الشعب عايش في الخوف عايش ما عندهاش ثقه في الغرب ما عندهاش ثقه ما عندهاش امل ياكل ويشرب كما الدابه ياكل ويشرب ويرقد وخلاص وخايف. كل ما فاهمين سي خيطر هما راهم فاهمين ان الازمه الاقتصاديه وان البترول نفذ اذا الجزائر راح تروح. ولكن كما قلت نتايا ويقول بزاف للناس الاقتصاديين واللي فاهمين يقولوا الاقتصاد لازم له رجال لازم له رجال لازم له الشعب لازم له كذا. الشعب يعني يقدر يعيش بالبصله والبطاطا ولكن يعيش راجل مرفوع الكرامه والعزه. لما تكون عنده ما عندوش العزه وما عندوش كرامه ما عنده حتى يعطوا له حتى كما يقولوا الستيك يعطوا له المشوي ما يدير به والو. اكيد هذا اكيد ماشي غير الماكله الشعب هذا ماشي دابه ياكل ويشرب ويرقد. الا كلا عزة نفس الا كلا يعتز من خرجوا لنا احنا من نشوفوا السعوديين ولا القطريين ولا الاماراتيين بلادهم صحراء ردوها خير. اقسم برب العزه ما عندي شهر كنت في الامارات والله الا بكيت بدمعة شفت ناس من رملها من صحراء صنعوا بلاد عظيمه وصلت للامارات بلعت البترول قلت لك خلاص
ما نخدمش بالبترول، ما عندي مشاريع، عندي الخير، عندي كل شيء. علاش عندها رجال؟ انا نقولها ما عندكش الخير، ما عندكش خير كما بلادي، ما عندكش خير كما بلادي، ما عندكش فلاح. ارض الجزائر ارض فلاحيه خصبه، ما عندنا ولا منتوجين في الاكتفاء الذاتي، ما حققناش الاكتفاء الذاتي، ولا نغاورك ما عندناش منتوج واحد يحقق الاكتفاء الذاتي. ما كاش منتوج واحد، ما كاش صناعه وحيده، ما كاش لامبورطاسيون. قتلونا بالامبورطاسيون، في كل شيء قتلونا بالامبورطاسيون. كي دايره الامبورطاسيون غير ما راهم يهجوا فيها عباد الله، يجي يجيبوا لنا باللحم كونجلي الماتيريال. لي زاكسيدون يقول لك الشعب يحصلوا في الشهر، توجور يحصلوا في الشهر. يقول لك لي زاكسيدون الشعب هو فوتي برا يمشي. الشعب لو كان تسوق لنا هذا الوطن اللي يمشي فيهم، يقول لك الوطن ازياتيك. انا بور ماشي ازياتيك، ازياتيك شنو فئات يعني شنو الماتيريال ازياتيك؟ هذا ازماتيك شعب غير الجديد، هذا ما عظمات عظماتي. الخردة أنا نمشو بها، نأكلوا في الخردة، نمشو في الخردة. ما عندناش أمن، ما عندناش ثقة، ما عندناش. نروحوا للإدارة تدي معك المنشآت اللي تخرج لك سرنيسون تدي مياتر. هذه حقيقة ما نهربوش منها. كل العالم إذن العيب، إذن العيب، إذن العيب، إذن العيب مش في الدستور، إذن العيب في التطبيق تاعو ولا كيفاش؟ هذا ماشي دستور، هذا ماشي دستور، هذا كراس محاولات. راهم يكتبوا لي المعرفات وكيما يبغوا. هذا راه كراس المحاولات. كما كنا نقولوا عليه في البريمير، هذا يكتب كما يبغي والفاسي كما يبغي. دير انت رئيس تقول لي هذا الرئيس ممكن يتعال العهده الثانيه، ومن يدير العهده الثانيه ممكن الرئيس يزيد العهده الثانيه ماده، لازم الرئيس يزيد العهده الثانيه، وبعد الثالثه والرابعه كيعرفوا بلي الرئيس كبر خلاص حب يموت، عرفوا بلي ما يقدرش يزيد. خلي الرابعه، خلي الرابعه اللي جاي. علاش تروح انت تقول له العهده الثانيه واللي عايش 10 سنين للبلاد ما يترشحش، ونسمع له اللي عايش 10 سنين للبلاد ماشي ما بالك يكون فيه الخير، بلكي يكون فيه الخير. علاش بوتفليقه ما عاش 25 عام برا؟ ولا اكثر من مش عارف، هما ما عاشوش 25 عام، ما عندهمش كان بالك الجنسيه الجزائريه خدمها في 10 هذه 10 سنوات. يمكن كان ما عندهاش الجنسيه الجزائريه. احنا عندنا جنسيه جزائريه من 700 جد، ما عندناش صلاحيات كما عندهم هما صلاحيات. بصح ما عندهم وين يمشوا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله يكون عندهم وين يمشوا. بارك الله، بارك الله فيك سي خيطر على هذه المكالمه والمداخله والاستفادة اللي استفدنا منها. نشوف سي محمد من إسبانيا. محمد أهلا مرحبا بك. سي عبد الله السلام عليكم. أهلا مرحبا بك يا محمد. نسلم عليك ونسلم على كل المواطنين. الله يسلمك. وشكركم على هذه الحصة والرأي اللي تعطوه المواطن باش يتدخل. حبيت نقول لكم رأيي برك في تعديل الدستور. نعم. ماذا بيا حبيت نعرف شكون اللي راه دار الدستور. أسكو عندنا دكاترة خدموا هذا الدستور ولا من راسهم ولا وزارة ولا شكون؟ اسكو عندنا برلمان يقدر يحط قوانين في هذا الدستور ولا يقدر يفوت عليه ولا يقدر؟ على كل حال حسب سي محمد، حسب الاخبار الاخيره للدوله تقول راح يمروه على المجلس البرلمان، ولكن في استثنائيه فقط، ويمرر للمصادقه وليس للاستشاره او للمناقشه. بول البرلمان تاعنا مش برلمان على كل حال. على الاقل قالوا حول ولا اعمى. على كل حال البرلمان مش برلمان وما قلتهاش انا، قالوها لي حكموا فيهم. على كل حال هما فرنسا اللي حوسوا يجوزوا القانون تاع الاستعمار وضد الاستعمار ايتو. قالوا له ما عندكمش برلمان باش تجوزوا قانون كيما هذا. هذه حاجه الاولى. المجلس الدستوري راهي غير توهم ثم ما عرفتش انا واش من الدستور راكم تهضروا عليه. واش المؤسسه اللي تابعة للشعب اذن؟ اذا الدستور تاعهم، البرلمان تاعهم، النظام تاعهم، العسكر تاعهم. اسمح لي، ما كانش مؤسسه تابعة للشعب. كل المؤسسات اللي عندنا في البلاد تابعة للنظام اللي كاين الحالي، نظام الحكم. نعم. هذه هي. وانا نقول برك حاجه للبوتفليقه ولا يسمع. انا على كل حال جوبونس با يكون يسمع. خلي روحك نقي، نقول له بك خلي روحك نقي، دير كيما سيدك زروال. هذا ما كان، جبد روحك على بكري، فيق على بكري. ما كان حتى تطيح بك كامل هكذاك، هو واللي معاه، واللي تحتو. ما بلاد هذه ما تغيتكمش بيناتنا. نقولها لهم هكذا، نقول لهم بيسك حنا الشعب كاع كيف، كانوا ما كانوا، ولاد شعب كيما حنا. ما تغيتكمش البلاد. ما يغيتكمش الشعب هذا. ما كنتش جزيريين. واش تكونوا؟ هذا ما كانوش نقول. السلام عليكم ورحمه الله. سلام، بارك الله فيك سي محمد على المداخله. نشوف سي شريف.
سي شريف اهلا مرحبا بك. السلام عليكم اخي. سلام ورحمه الله. الله يحفظك. اهلا بك سي شريف. الله يسلمك خويا. حبيت نسقسي سؤال، هل يعلم الشعب الجزائري باللي الجهاز تاع المخابرات المختص في الاقتصاد نحوها كومبليتمون؟ نعم. جهاز خاص في جهاز المخابرات. نعم. نحوها كومبليتمون اللي يتبع الاقتصاد. وعلاه؟ وعلاه؟ اثنين. وعلاش؟ باش ما كانش اللي يحاسبوا مع السرقات اللي سرقوها. ما كانش اللي حاسب على سوناطراك وما كانش اللي حاسب على كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا لنا اشرف رجل سي شريف. سي شريف. نعم. حكيت على سوناطراك وحسيت على شكيب، حتما نحكيو سوناطراك نحكيو شكيب. قال لك ما كانش راجل اشرف من شكيب. او سعيداني قالها لنا النظام، رجل ثالث في النظام. بطبيعة الحال يا اخي الكلب ما يعرفش الكلب لك حد. هذه عملية معمول بها. عمر الكلب الابيض ما يعرف الكلب لك حد، اكرمكم الله. زيادة على ذلك، أما ما يخص الدستور يا أخي، هذا الدستور يخص المعومة ما يخص الشعب الجزائري. هل تسمع فيها الأخ الشريف؟ نعم نسمع فيك سي شريف. الخيانة الكبرى هي 62 يا أخي الكريم في ليزاكور ديفيو، الدستور اللي فيه الخيانة العظمى هو 62. أما الشعب الجزائري يظن بلي راه مستقل، نتحدى الشعب الجزائري ونتحدى هذه السلطات وتحدى اي بشر يقول لي باللي الجزائر مستقله. الا الجزائر مستقله فلسطين مستقله. سمعنا نخلصوا ولا كيفاش سي شريف؟ هو عندها حكومه سي شريف، رانا نخلصوا ولا كيفاش؟ بطبيعه الحال خيام الشهداء ربي ما يغفر لناش يا اخي. احنا خلنا الشهداء الشعب الجزائري خال الشهداء. انا شفت واحد يكذب على الناس، تكذب على الشعب كوبلي بس ما تكذبش تكذب على رب الشهداء، هذا غير مستحيل. اما نقول لك كان بعض الرجال راهم في البرنامج اللي يظنوا راهم في البرنامج. اما ما يخص البرلمانيين ما يمثلوش الشعب الجزائري. انا اللي يقول لك يمثل الشعب الجزائري غدوه يخرج للشارع لتحت الشهداء ويقول يطلب الشعب الجزائري، وتشوف الشعب الجزائري ما هبطلوش، وتشوف الجنود اللي هما من سلالة الشعب الجزائري إلى وقفوا ضد الشعب الجزائري. أنا نأكد لك يا أخي أنه الشعب الجزائري نتنهيلو أخوان قبتي كون يخرج للشارع، أنه الجيش يكون معاه، مايش نافع المسؤولين. المسؤولين ما همش الجيش الوطني الشعبي، الجيش الوطني الشعبي تبيجا وتيجا وفخوه في 5 أكتوبر ما يزيدش عاود يتفخخ. سمعت الأخي الكريم؟ اما ما يخص الدستور، هذا دستور الشيطان يا اخي. الدستور الشيطان هم ما طبقوش الدستور القديم، راح يطبقوا الدستور الجديد. يعني هذه استحمار، هذه يا اخي استحمار بمعنى الكلمه. ونظن الشعب الجزائري يقول لك غاشي، راح نقول نتحداك باللي الشعب الجزائري ماهوش غاشي. صح كاين بعض يمشيوا على كروشهم، بصح ما الشعب الجزائري ماهوش غادي للدرجه هذه. وعلاش انا ساكت؟ نقول لكم علاش انا ساكت. نهار اللي ينوض في الكم حشاك البغل في الكوري، تشوف الريفان كيفاش يلعبوا بهم تاع هذو اللي باعوا الجزائر. تفكر واش قلت لك؟ تفكر هاد البنات اللي تشوف فيهم كاع يقبلوا الطيارات، الطيارات الموجودين راهم خايفين، راهم كاع بليكوش. نتحداهم لهم ما همش بليكوش، نتحداهم. وانا نزيد نقول لهم الجزائر كبيره عليكم، يا بوتفليقه يا رؤساء الحكومه اللي جستوا، يا 15 سنه تاع الفساد. يا هل ترى ناس تجوزوا 15 سنه فساد والشعب الجزائري ساكت لهم ذوك حبوب الوطن؟ يا للعجب، ما نظنش يسكت لهم الشعب الجزائري. وتفكر واش قلت لك، بالك يقولوا في مخهم باللي الشعب الجزائري هي سي شريف، هي صورة الغاشي. هذه صورة بالعاني هما يصورونها للشعب، هما اللي داروها باش يصورونا الشعب انه غاشي، معناتها يحطموا فينا معنويا باش ما نقولوش الشعب هذا ما يقدرش يتحرر. هذا هي يا اخي اللي حارب نفسيه على الشعب الجزائري، ولكن الشعب هذا اللي حرر اللي خرج فرنسا يقدر يخرجهم. يعني بالحاجة اللي يهضروا عليه الشعب الجزائري، يعني بالحاج اللي يهضر بالشعب الجزائري. كان 300 ولا 400 مليون يعني بالحاج في الجزائر، برك مازال ما تحركوش. ونهار اللي يتحركوا يشوفوا واش كاين باللي الجزائر فيها الرجال وما فيهاش الشمال، يتحاشك
وحاشا السامعين. ولكن فيها فيها اقل سي شريف، ولكن فيها كاين فيها اقلال. بارك الله فيك سي شريف على هذه المداخله. نشوف سي بوعلام من العاصمه كذلك. سي بوعلام اهلا ومرحبا بك. سلام ورحمه الله عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. لا بكم مرحبا سي بوعلام. حيو قناه العصر والاخ ابو صهيب ام امين ودار الاحرار. يا الاخ عبد النور، العصابه هذه كل ما يخلصوا لها الحيل تجيب لنا حيله جديده. الحيل اللي عندها كاع استفدوه وخلصوا لهم الحيل. كما يقولوا قضيه الانتخابات، النظام هذا ما عندوش شرعيه انكشف. قضيه الاموال خلصوا لهم، دوك جابوا لنا الدستور يلعبوا به باش يجيبوا به الشرعيه، يتخبوا مو الدستور ويقعدوا قعدوا سنوات وهم يحكوا على الدستور، ودوك جابوه لنا اسابيع وهم يحكوا عليه. وراه في نشره قبل ما تبدا نشره الاخبار الثامنه في كل وقت هما الماده الفلانيه راه ولا شغل حاجه ماليش عارف شغل القران هذا وين نزل شغل القران شغل الحيله راهم يتخباو منها، لان الشرعيه ما عندهمش دوك يتخباو مور الدستور يا الاخ عبد النور، لان خلاص لهم كلش ما قعد لهم والو ما يحوسوا يجيبوا الشرعيه. وكاين تقولوا قضيه الدستور يا الاخ عبد النور راهم غيروا القوانين، كل خطره يغيروا القوانين، كل ما جات امه تغير يعني القوانين. لا وهذا الخضره، وهذا الخضره راحوا شويه للبعيد سي بوعلام. هذا الخضره قال لك القانون حتى ويجي رئيس يحب يبدل ما يبدلش القانون، داير المنع باش الرئيس الاخر ما يقدرش يبدل القانون. هو ثلاث مرات رئيس، ثلاث مرات يبدل الدستور، كل مره يبدلوا كما يقولوا على حسب المقاس كما قال سي بودن. ولكن هذه المره قال لك حتى فيه قوانين يعني يتعهد الرئيس الجديد ما يبدلش الدستور او بعض القوانين يعني. نعم نعم اخ عبد النور، واش من القانون هادو يعرفوه يا الاخ عبد النور؟ شحال مختار يبدلوا قوانين؟ كاش خطر يحترموا القوانين؟ على الوقت اسمع لي. نعم نعم اسمعوا في سي بوعلام تفضل. هادو ما هما يحترموا القوانين، هادو ما كثر موحوش الغابة، هادو ما الصباح يخرجوا قانون يا الاخ عبد النور، الصباح يخرجوا قانون العشية كيما يخرجش عليهم يتعشوا به، هادو ما كثر موحوش الغابة اللي تكلم عليهم يدير بين الله يكتبها بالخير، كثر موحوش الغابة اللي تكلم عليهم. حتى قانون هادو عصابه هادو كل خطره يجيبوا لنا حيين. وقضيه يا الاخ عبد النور الماده 51 دقائق في مالك، الماده 51 هادي شكون دارها؟ نهار شفت خطره قلت لك بوتفليقه كي كانوا يتكلموا على الدستور وتعديل الدستور عندها ثلاث سنين، قلت كانوا جابوا معاه في الفاريزه الباردوكراس الى تشفى. نعم. جابوا لنا القانون هذا تاع 51 باردوكراس، علاش؟ لان الكفاءه الجزائريه. كيفاش يرحم والديك وما هذو اللي راهم يحكموا؟ هل الناس تاع كفاءة؟ أولا يقضيو على الكفاءة اللي في الجزائر، والكفاءة اللي في فرنسا، هما ضربوا قضية تاع فرنسا. إذا هذا إذا راك تروح للرأي اللي يقول أن فرنسا هي اللي دارت لنا الدستور. نعم نعم الأخ عبد النور. باش تحمي روحها، باش تحمي روحها، نعم. باش يعني. وقضية تاع مادة 51 بيت الجزائريين اللي راهم في فرنسا ما يقدروش يحكموا، لأن فرنسا دوك قضية اقتصاد يتغير النظام ويتغير إن شاء الله راح تفلس وتزيد أنت تبيع هي الكفاءات الجزائرية اللي راهم في فرنسا. هذه نقطة. النقطة الثانية كما تكلم الأخ يحيى، كما نقولوا الأموال تاع الجزائريين في الخارج هذوك يساعدوهم، هذوك يعني يساعدوهم الأموال تاع الجزائريين، واش علي تبعث لهم العملة صعبة المجرمين باش يعاودوا يهربوها؟ وهادو ما نساو باللي الجزائريين اللي كانوا في الخارج خاصة اللي كانوا في فرنسا في وقت الاستعمار، واحد ما تذكرهم الجزائريين اللي رمتهم القوات القمعية الفرنسية الإجرامية في نهر السان، هادوك جزائريين ما طبقش على المادة 51 هي المجرمين. كي الجزائريين اللي ناضلوا من أجل الجزائر هادوك ما تكلموش عليهم، تكلموا على المادة 51 الإجرامية اللي درتوها انتوما والنظام الفرنسي باش الكفاءة الجزائرية ما تحكمش، يحكموا ولادكم والسراق اللي درتوهم، هذا الشيء ما يمشيش. وراهم خلصوا لهم الأموال، وقلت المرة اللي فاتت البترول إن شاء الله راح يغيرهم. ونقول العصابة هذه تاع عصابة الكاذب، فقهاء الكاذب والنفاق، قولوا البوتفليقة اللي كنتوا تقولوا البوتفليقة يخمم براسه، راهو نزل البترول والدينار نزل، الأمطار ما كاش والازمه راهي الناس كاع تشوفها، والله يا عبد النور غير الازمه اللي راهي في الجزائر راهي تبان، هي راهي تهدر لك الازمه. هما قالوا لنا، هما قالوا لنا سي، هما كانوا يقولوا لنا البركه تاع بوتفليقه تحت الشتاء، قالوا لنا بركه بوتفليقه، طلع البترول قال بركه بوتفليقه، والان كيحبط وزاد لنا الجفاف، واش معناتها؟ ولا ربي راه غاضب عليه ولا كيفاش؟
نعم هذه يعني نقول عصابة الكذابة هذه تقول بوتفليقة تاعهم اللي يخمم براسو ما يخممش برجال كيما يقولوا صحاب الصحراء يفكوا هذوك يفكها لهم بوتفليقة العصابة تاع السراق والكذابين والدجالين قولهم دوك يفكوها ونقول أخ عبد الملك يا أخ عبد الملك ما تقلقش الشعب الجزائري العصابة كان دارت له كيما يقولوا القنوات تاع الدجال دوك الحمد لله الشعب الجزائري بدا كيما يقولوا كاين فئة تاع الشعب الجزائري ما كانتش تعرف الحقيقة الحقائق ولما قعد بالنار ما تنساش بلي الشعب الجزائري أم جابوا له جوج روقات ما تنساش جابوا له الراقي الأولاني قناة العصر وقناة المغاربية راهم لقاو له السحر اللي كان يشربوا له من النظام الشعب الجزائري راهو بدا يفطن كاين أغلبية كانوا مسحرينها دوك بدا تفطن تعرف الحقيقة يا الأخ عبد النور واش نقول لكم والسلام بارك الله عليكم. فيك سي بعلام ولو ان يعني نضيف حاجه للقانون 51 من اعفاء كما يقال الادمغه والكفاءات الجزائريه فيه كاين قانون من قديم كانوا يعملوا به اكثر من 51 وهو شهاده المعادله كما يقال دكتور خريج السربون دكتور خريج جامعه امريكيه دكتور لما يروح للجزائر ممنوع عليه ان يشتغل لازم عليه شهادة المكافأة أو شهادة المعادلة شكون يعطيها له؟ يعطيها له واحد خارج من الجامعة الجزائرية لازم يقرأ عامين أو ثلاث سنوات أخرى باش يتحصل على شهادة في الجزائر باش يستطيع العمل إذن كان تحطيم الأول كان تحطيم الكفاءات الجزائرية والآن قنوها بالدستور فقط هذا 51 من القانون منع الكفاءات نشوف سي أحمد من المسيلة سي أحمد أهلا مرحبا بك الله يسلمك يا حمالي تفضل سي احمد السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته تفضل سي احمد اخويا باختصار شديد بالنظر لراي المواطن في تعديل الدستور نعم لماذا يغيب نعم لماذا يغيب المواطن يهمه بالدرجه الاولى غيب في مرات عديده يا شيخ نعم غيب في بيع حاسي بركين سنة 2002 لشركة أناداركو الأمريكية نعم وبيع الإسمنت اللي أمو مستاش راكم على بالكم هنا مستاش أمو وراحت دماء الشهداء راحت في الويدان نعم واش نزيدك يا شيخ غيب ومازال يغيب لازمنا زريطة زريطة وباه ينوضوا الشعب هذا ينوضوا هذا ما مازال يغيب مازال لان شحال يغيب الحمد لله يا رب العالمين يمشي لك في مؤسسات كبرى مع شركات متعدد الجنسيات جزائريين 100% ميغاد 100% ما تحقرش روحك الشيخة ما تحقرش روحك نعم وكان يزوج قوري بيتبعوا يمشوا هنا نوروكم وان نقول نقسم لك بربي خير في جميع المراحل في جميع التغييرات نتاع المصنع قاي جزائريين ادمغه 100% ما هم فاهمين فيها ترن بارك الله فيك ولو ان يعني نزيد كذلك نذكر بك فرنسا هذه فرنسا موجود 12000 اكثر من 12000 طبيب في فرنسا 12000 طبيب تخيلوا هذه 12000 طبيب تدخل الى الجزائر حلينا مشكل الاختصاص وحلينا مشكل الاطباء وحلينا مشكل هذه المشكلات بارك الله فيك سي احمد على المداخله عندي اخر مداخله من عنبة الو وي نعم السلام عليكم سلام ورحمة الله شكون معايا انا ناصر من عنبة اخويا سي ناصر اهلا مرحبا بك وبكم اخويا اول مره تحياتنا لكم ان شاء الله اخويا ولك ولكل الناس عنبة اخويا انا راني مجاهد نحضر معاك اهلا مرحبا بك من اسره ثوريه محقوره في الجزائر نعم اسمعني نعم نسمع فيك سي احمد سي ناصر اخويا نحن رانا يعني من اسره محقورين في الجزائر كيفاش محقورين نعم هنا بهذه الدولة راني رانا ما شفنا فيها حد شيء
ولكن راه الاعتداء الصارخ على الشعب الجزائري وفي العصابة هذه اللي وجدت مع بوتفليقة. نقص شو التلفزيون سي ناصر؟ نعم نقص التلفزيون من فضلك سي ناصر. وي نقص التلفزيون وي اخويا قلت لك جات هالعصابه هذه راهي خلطت لنا كل الاوراق، لا عرفنا لا البيضه لا الحمراء لا الكحله، تشكي ما يهضروا معاك. طلعت لها محط الرئاسة الجمهوريه، هادو الناس كنا بكري نقابلو، جيت نقابل على حواجي رايحين يدخلوني الحبس. البروكيرور تاع الذرعان راهو نحى ليا خلط لي الملف كامل، وراني كنا بعثيكم اعطوني فاكس نبعثيكم تقروا ما تشوفوها في ما تلقوش هذه الفكره خلاص وقعت في العالم. ورانا اليوم على العصابة هذه اللي فازت البلاد، راك تشوفها من الدستور للمسجد، من المساجد تروح للدور، ولا نظام لا هدرة، والشعب راهو محقور. انتم سي ناصر حتى قانون سي ناصر في هذه البلاد. نعم لما جاهدتوا انتم يعني وبذلتوا المجهود بدراهمكم بارواحكم سبلتوا ارواحكم وكل شيء، كنتوا تتوقعوا يجي نهار نوصلوا لهذا هذا الحد هذا يعني؟ لا نحن يا سامحني اخويا نحن نقول لك انا عائله عارقه في الثوره الجزائريه. نعم. من الشرق الجزائري وعشنا في الثوره وكفحنا من اجل الجزائر ومن اجل الشعب الجزائري. هذا الظلم اللي على قد الهيمنه والطغيان على البلاد وعلى الشعب، لكن احنا اللي راهم خرجونا من الحكومه راهم خرجونا. لا قلت لك كنت تصوروا يعني توصل نهار الجزائر تولي هكذا؟ لا احنا ما حطيناش هكا، احنا حتى من ورانا كنا في جبل والله العظيم طلبنا الموت قبل الاستقلال. والله العظيم اقسم بالله راهي واش نهضر معك. ورانا محقورين في هذه الدوله، ما عندك وين تروح اذا كانت مد الرشوه، واذا كان عندك المعرفه، واذا كان عندك امراه تهضر عليك، ولا عندك هذا تنجم تدي في الجزائر. انا ما نسمعكش. انا نسمع فيك، انا نسمع فيك سي ناصر، انا نسمع فيك. هذا اللي احنا الدوله نتاعنا ما عندنا فيها شيء. هذا الناس هذا الحكم والبلاد راهو جاب هالعصابه هذه اللي جات كل من دوار واحد، راه ماك تشوف راه مخلطوا البلاد، صحتوا المثقفين، صحتوا السياسيين، وصحتوا الناس اللي ما يخدموش، وجابوا غير المجرم وخوه. والاغنيه تاع اللي يقولوا لنا يعني العزه والكرامه وهذا لا 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 لا, لا, لا ما كانش عزه والكرامه، عزه الكرامه لاهالي بوتفليقه. وزيد نعطيك حاجه. نعم. راهو نهار الاستقلال تاع نهار اول انتخاب 99. نعم راكم شفتوه في وهران واش قال؟ قالوا له الشعب نتاعو قاعد تشعر عليه هذيك الطفله، قالوا له الشعب نتاع نحن ما حكموش الحكم قبل، قال لهم حتى القرمه في ظهوركم ما كانش، ارفع راسك كبا. نعم. وهل صح رفع راسك كبا؟ قال ارفع راسك كبا يعني واش معناتها؟ قال لهم انا ذوق نفلكم وذوق الحكم مش مسيبينه، قاعدين راهم خسروا البلاد، الشعب ضيعوه، الناس ترقد في التروطوارات، الخدمه حبسوهم. عندي معايا برك خمه حبسوا 780 تراس في ضربه واحده، راهم واحد مد 4 دور وحتى كاين باش ميم لاسيرونس ما عندوش. ورانا حاولنا كل المحاولات على هذه المشاكل، واش كان للدوله كتبنا انا في حد كاتب البوتفليقه اكثر من 150 بريه بها بالرسوم نتاعها بالتيكيت على البوصه وكلش. وحاولنا هالمحاولات هذه راهم حاقريننا، راهو حتى اللي يهضر باك لا يقتلوه هذا الناس. ولمن يسمعوا لمن يسمعوا لمن يسمعوا كي ما يسمعوش المجاهدين، ما يسمعوش الشعب تاعهم، ما يسمعوش. انا راني قلت لك راني هذا الناس ما نتحداهم ونتحدى بوتفليقه ونعرفوا في غرضي ما وحتى واش كان حتى لسنة 60 كي بعثوا لي الحدود تاع مالي. نعم سمعتني؟ نعم نعم نسمعوا فيك سي ناصر. نعرفوا مليح، انا كنا يعني كنت في القاعده ولد القاعده الشرقيه. نعم يعني كنت مدى ولدها ونعرفهم كله ونعرف الضباط، الضباط كل المساكين اللي خدموا البلاد راني صحتهم. ولهذه الايام نشوفوا سي ناصر لما نغتنم فرصه انت يعني مجاهد وكل شيء، هاد التشكيك في الثوره وهاد الكبران فرنسا هذا سي نزار او الجزار عفوا ماشي نزار، هذا راه يشكك في الثوره ويشكك في شككنا في رموز الثوره، شكنا قالوا واش من ثوره كاين ما درتوا لا ثوره لا والو. اي عبالي قالوا هم، ولكن هم ما خدموش هم الاسياد، وهذا سيد ما هو جاي يخدم في البلاد او جاي يهدم في البلاد. ربي كفاه في الدنيا. ومنظمه منظمه المجاهدين هذه وين راحت؟ ما تعمل والو، حاطين الناس اللي ما يقروش، الناس اللي ما يقروش راهم يحطوهم في البيرو، بصح اللي يقرا يرفضوه لبرا. نعم. ها اخويا راك نتاع يا اخي، راك جزائري كيما انا. نعم. احنا نحبوا نستفسروا فقط سي ناصر، نحبوا نعرفوا من الناس كذا، نحبوا نسمعوا من الناس كذلك، نحبوا نعرفوا من الناس لان المناضلين ومجاهدين وكل شيء، نحبوا نسمعوا من الشعب كافه برك فقط. بارك الله فيك سي ناصر على هذا، وان شاء الله ربي يعطيكم في الجنه، لان حاليا على بالي الشعب الجزائري محروم من كل شيء، يشوف بالعين ومسكين ما يديش.
بارك الله فيك سي ناصر على هذه المداخلة. ولكن كما يقال كم هي ماكرة وخادعة هذه السلطة. البارحة فقط سي ناصر يكلم فينا هو مجاهد، البارحة فقط فقدنا المناضل والمجاهد إبراهيم شرقي رفيق درب الشهيد عبار رمضان، المجاهدين يعرفوه، ولكن لم يسمح لابنه مراد، الناس ما تعرفوش، بحضور جنازة أبيه وهو منفي في سويسرا. ونزار قاتل الشعب تسخر له الطائرة الرئاسية، لماذا؟ لكي يهرب من مواجهة الرجال من فرنسا. فيا لها من مفارقات، رجل شريف كان من الأوائل في الجهاد فيحرم ابنه أن يلقي النظرة الأخيرة عليه، ورجل قتل الشعب فتعطى لأولاده غابة بوشاوي، وما أدراك ما غابة بوشاوي والفيلات. هذا أبوه مجاهد من الرعين الأول، والآخر حركي، ابن حركي، جد حركي. فهذه هي السلطة الحاكمة، وهذا هو تقديرها للمواطن الصالح وللمجاهد المخلص. تحياتي لكم جميعا حتى يجمعنا لقاء آخر. هذه تحياتي وتحيات الفرقة التقنية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العكازة منين معوجة؟ معوجة من الفوق، الشعب ما عنده علاه. زادونا السكر، زادوا العدس، زادوا المعيشة كاع، السكنة كاين. بلاد العدالة نايمة والحقرة قايمة.